واحده من القطع اللي عدد من اصحاب اجهزه البي سي مش بيديها اي اهتمام هي الهيدفون، وده بيرجع لاعتقادين. الاعتقاد الاول ان الهيدفون وبالاخص الجيمنج منها مش هتقدم اي جديد عن اي سماعه تجاريه، وهنا بيهمل حاجات كتير على سبيل المثال السبيسيفيكيشن والماتيريالز والفيتشرز اللي بتقدمها الهيدفون. اما الاعتقاد الثاني وده فيه جزئيه عكس الاعتقاد الاول، هو ان الشخص مقتنع تماما انها بتقدم فرق شاسع ما بين استخدام الهيدفون التجاريه والجيمنج هيدفون بس سعرها غالي شويه. خلينا نشوف مع بعض انبوكسنج واوفر فيو لواحده من الجيمنج هيدفون ماستر فولس من شركه كولر ماستر. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب لقناه عرب هاردوير. علبه الهيدفون عليها اوفر فيو، ليها من فوق هنلاقي لوجو كولر ماستر وشعار الشركه ميك ات يورز، من تحت هنلاقي اسم الهيدفون اللي هو ماستر بولس، وتحته هيكون في النظام الصوتي اللي بتستخدمه السماعه اللي هو ستيريو، واخيرا تقنيه كولر ماستر الحصريه بيز اف اكس، ودي هنشرحها فيما بعد. تقدر تفتح العلبه من هنا عشان تاخد نظره سريعه على الهيدفون، وعلى اليمين هنلاقي صوره تشريحيه ليها بجانب السبيسيفيكيشن الخاصه بيها، ومن اهمها انها بتيجي بدرايفر بحجم 44 ملم. تعالوا نفتح العلبه مع بعض ونشوف ايه هي محتويات علبة الهيدفون. اول حاجه هتقابلنا هتكون الهيدفون، وبعد كده في اليوزر مانوال، واخيرا ادابتر بيحول من سنجل جاك 3.5 ملم لدول 3.5 ملم. الهيكل الخارجي للهيدفون بيها مصنع من معدن الالومنيوم لضمان اعلى درابلتي بجانب خفه الوزن. السماعه مريحه جدا في الاستخدام لفتره طويله، وده بيرجع لعدد 5 من الكوشنز المنفصله في الجزء العلوي منها، ده غير الكوشنز اللي على الدرايفر بحجم 44 ملم بتصميم اوفر اير عشان تقدم افضل عزل صوتي، ده غير ان الدرايفر بيجي بزاويه عشان يقدم راحه اكتر في الاستخدام. الهيدفون بيجي بسنجل جاك 3.5 ملم لو حابب تستخدمها مع الموبيليتي ديفايسز. المايك الخاص بالهيدفون بيبقى بيلت ان في الدرايفر بالشكل ده، وتقدر تتحكم فيه عن طريق الكنترولر اللي موجود هنا اون او اوف، ده غير التحكم في مستوى الصوت من هنا لو او هاي. السماعه من مميزاتها في الجيمنج انها بتقدم جوده صوتيه ممتازه، وده الهدف الاساسي منها، وده بيرجع لارتفاع مستوى التريبل اللي موجود فيها اللي بيقدم تجربه افضل في الالعاب بصوت حركه الاشخاص او صوت الفاير ارمز. لكن في الموسيقى والاغاني كانت التجربه ضعيفه شويه، وده بيرجع لانخفاض مستوى البيز في السماعه. لكن شركه كولر ماستر وفرت في الهيدفون تقنيه اسمها بيز اف اكس، وهي عباره عن غطاء ماجنتيك على جانب الدرايفر خاص بالهيدفون قابل للفك والتركيب بسهوله بالشكل ده. والفكره في ان في وجود الكفر هيرفع من مستوى التريبل، اما في عدم وجود الكفر فيرفع من مستوى البيز بدون اي سوفت وير. بجانب تقنيه البيز اف اكس، شركه كولر ماستر بتقدم مودز للماجنتيك كفرز على الويب سايت الخاص بيهم لشكل افضل للهيدفون. وده كان انبوكسنج واوفر فيو سريع للسماعه الجيمنج ماستر بولس من شركه كولر ماستر المتوفر بسعر 70 دولار. الهيدفون متاح منها نسخه اعلى باسم ماستر بولس برو بدعم للفيرتشوال سراوند سيستم ساوند. اتمنى يكون الاوفر فيو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب لقناه عرب هاردوير. اشوفكم في فيديو جديد.